مسيرتك الكروية بسرعة جدا، تخرج من مالي تروح الجزائر تلعب في الجزائر موسم، بعد كده تنتقل للنادي الأهلي. فأنت شايف انك محظوظ انك هتبدأ مع عملاق الكرة الأفريقية في سن انت صغير فيه، فتقدر تحقق بطولات وانجازات انت نفسك تحققها، سواء بطولة دوري او سواء دوري ابطال افريقيا او سواء انك تلعب في كأس العالم. وكمان اكيد انت عارف ان النادي الأهلي بشكل كبير هيساعدك انك تلعب مع المنتخبين، سواء المنتخب الاولمبي المالي او المنتخب الاول لمالي. وي بيان سور، بالطبع لعبة النادي الاهلي هي فرصه لابد ان اغتنمها، اني طبعا اظهر بصوره كويسه. انا لعبت للفريق الاولمبي، وانا شايف ان طبعا لعب في النادي الاهلي يعني ممكن الفريق القومي يكون لي نظره ليا ويكونوا يثقوا فيا ان انا اكون لاعب كمان للمنتخب القومي.